سلام صحابتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم وانا كنفتح هذا البوكس، هذا نعطيكم انفورماسيون باش تفهموا شويه علاش غادي الفيديو. المهم هذا البوكس البنات عارفه شكون اللي صيفطها ليا، ولكن ما عارفاش حتى شي حاجه اللي كاينه وسط هنايا، من غير حاجه وحده اللي طلبتها منها اللي هي هانتوما تكتشفوها معايا ملي يكونوا فتحوا البوكس ملي يوصلوا ليها، ولكن الباقي ما عارفاش اشنو كاين. يعني البوكس كما كتشوفوا كبيره وثقيله، عامره بزاف ديال الحاجات كنظن، ما عارفش الصراحه والله واش حاجه واش جوج، ولكن معايا كبيره كنظن فيها بزاف ديال الحاجات. لهذا انا وهجر درنا صيفطوا هدايا لبعض ديالنا، هي بمناسبه عيد الميلاد ديالها في شهر 9، وانا بمناسبه تعجبني بحال هكا نعطي الهدايا ويتعطوني هدايا، شي حاجه زوينه، وخصوصا ملي كتكون على شكل سواب، ملي كتكوني تفتحي وما عارفاش شنو هي ديك الحاجه. درنا نكتبوا لبعض ديالنا ميساجات باش نقلعوا زعما شنو كاين في ديك الهديه، ودرناها بحال هكاك. المهم هانتوما غادي نفتحوا البوكس مع بعضياتنا وغتكتشفوا معايا شنو كاين. كيما قلت لكم ما عندي حتى شي فكره، كنتمنى تستمتعوا بالفيديو لانني صراحه اللي كنستمتع بزاف بالشكل ديال الفيديوهات، وكنستمتع وانا كنعرف شنو كاين هنايا. لهذا بقاو معايا فتحوا البوكس. كيما قلت لكم البنات البوكس هي هذه، جات على هكا، درت لي هاجر هاد الديكوراسيون هذه الغزاله، وما تنساوش تمشيو تشوفوا شنو صيفطت انا لهاجر. دابا غادي نفتحها معكم. هاد المقصده اللي عندي قرن وزمره هذه. المهم هي الوات عليه السلوفان، انا ما لويتش عليه صراحه السلوفان لحقاش كنظن ما يوقع لي حتى شي حاجه، ولكن هي الوات عليه السلوفان باش زعما يبقى بابي كادو زوين. شكون اللي بحالي البنات يعجبهم هذا الشكل ديال الفيديوهات ولا هذا الشكل ديال لي سواب هادو، يديروا هدايا لبعضياتهم. صراحه هذه فكره واعره البنات، ديروها مع العائله ديالكم ولا صحابكم، شريو لهم هدايا وشريو لكم هدايا، وخصهم يقلعوا اشنو كاين وسط ديك الهديه. شي حاجه زوينه صراحه، كيكون فيها حماس ومصدق تقولي شنو شرا ليا فلان وشنو شرا ليا فلانه، كتبغي تعرفي. المهم حنا وصلنا لهنايا، دابا غادي نفتحو. ما محاش كيبان ليكم، المهم انا راني كنحل في المسائل صراحه، نتوما كنشوف شنو كاين. شكون اللي بحالي يقول لي في التعاليق. واو البوكس بكولور روسا انتانتا. ما كيتفتحش بابي كادو ساهل لانه فيه سكوتش، لهذا ما يمكنش نفتحو بسهوله. المهم هيدو شي كامل علينا. فوالا شوفوا البوكس شحال كيوت. ديالي يقولوا لي شنو الكادو اللي عجبكم، اللي صيفط لهجر، شنو الحاجه اللي عجبتكم، الحاجه اللي صيفط لهجر، وفي نفس الوقت ديروا ليها لايك. اكيد انا متاكده غتعجبكم قناتها لانها قناه زوينه، و اشتركوا في قناتها لان صراحه السيدي راه زوينه، داكشي اللي كيعجبنا حنا البنات. وا شكرا دي تو كوراسون. نشوف واش نقدر نقرا قدامكم داكشي ولا بيني وراسي. سلام حبيبتي، انا مكتوب تحت كارطه، تخيلوا حقاش داكشي على غفله والله، يعني ما كنتش مستعده بزاف، كان عندي بزاف ديال الحاجات راكم عارفين دخول المدرسه. هذا يا زولي حبيبه ديالي مره ماجي ان شاء الله. قال لكم اللي ما كذبش اللي قال. معرفه الناس كونوز يمكن. كان نهار كبير، نهار تعرفنا وتلاقينا، نتمنى الهدايا عجبوك، ماشي اللي شريت تقليل حقك. داكشي شريت هادشي يمكن اللي شريت قريب حقك. المهم عقبال المليون في قناتك هاجر لك. بوسه كبيره حبيبه، وتنتي لعقبالك ان شاء الله المليون و100 الف مليون ان شاء الله، لانك تستاهلي وقناتك ان شاء الله غادي تمشي بعيد. المهم نفتحو ونحيدو هذا. نبداو. كيبان بحال هكا البنات، شوفوا كاين بزاف ديال الحاجات. انا متحمسه، انا متحمسه. نحيدو هذا. واو عمرات بداك الشيء نيت اللي كيعجبني بعدا من هنا. شوفوا البنات، ام ان ام، هل من محبي ام ان امز ندوقو؟ يلا اللي كان يقول ليا. كيندر هادو باينه، هادوز لهم دنيا. اوريو كيندر حميمقه. ماي كي حمقني هذا بونتي عامر بالكوكو داخل. شكون اللي بحالي؟ هاجر هل تريدين لي ان اسمن ام ما بقاش يجيو قدي الحوايج. حليوات غوميس بسكوي. بسكوي جاب بحال هكا البنات، انا نفتحو معاكم. خصني نفتحو بلاتي، خصني سكوتش. مين هاجر بغات ليا؟ بغاتني نغلط، بغاتني نغلط، بغاتني نغلط. هادشي صعيب افتحيها البنات. شوف شي نقطة اللي نقدر نفتحو، كنتمنى دنيا ما تفتحش لحقاش. شوف هادشي
هادي قلنا الا درتي هادشي الشيء ما غاديش تفك معايا هاد العلاج، ما غاديش تفك معايا، خصك تاكلو كامل. واو على بسكوت حديد عرفتي ريحته يا الفاني. زوين كيشبه الغريبة شوية قاصحة، زوين البسكويت. هما البنات شوفي تعرفوه معرفتش منين خداتو، كنظن تيكر كنظن معكم حاجة. عاوتاني درتي ليا هاجر فيديو بحال هادي نضرب أكلة، أكلات عجيبة. هادشي بتاعي مع ما جربته صراحة، ديال التفاح كتجي بحال هكا. ماس إميني ميلكا، يا لهوي يا لهوي، أوريو، كيندر، بونتي، ماس شوكولاتي، واخا عليك كيندر. كنظن هادي على حساب دانيا، ياك ما كلشي زفتي لدانيا وانا غنغمق عليها. صبيوت المزيد من الحلوه، وهنايا غادي نفتحو بحال هكا وغادي نبقاو الهدايا. ها هو البنات نبداو بهاد الهديه هادي اللي ما عرفتش شنو مكتوب، انا نقرا لكم. مكتوب معايا دائما في الصاك ديالي واكيد غتحماق عليهم البنات شنو هما هادو. كنظن البنات هنا دابا غادي يبدا التشويق، ملي شفتوه واخا عليكم خشيتيني دابا بغيت نقطع الفيديو نبدا ناكل هاكا حتى نسالي. هادو كنظن اقلام ديال عكر، زعما قلم ديال الفوم، اقلام ديال الفوم. المهم انا غادي نفتح لحقاش الحاجه اللي كنهزو تقريبا معنا في الصاك، واخا ما كنهزش بزاف بيرو كنظن هما من الملمس ديالهم هما ولا كحل هما. ونسي عزيزين عليا ديال كيكو، كنحماق على ديال كيكو البنات رطبين، قلت لكم واحد المره قلت لكم كيشبهوا ديال ماك، خدت لي هاد اللوينات هادو اللي هما غزالين الالوان كيحمقوني والله. الكرونه و واحد اللون اللي كنديرو تقريبا دائما يمكن داني جايه، انا خايفه عليها تجي دنيا جيت فيها نقطه. الحاجه الاخرى المهم نشوف شنو هي، لا تستغني عنها شخصيا عكر ماسكارا. عكر عكر كنظن عكر كنظن عكر توم كيكو ايلاينر. حقاش ما قريتش الكرتونه ايلاينر سي، لا استغني عنه والله سي حاجه عزيزه عليا، كاين مرات اللي ما كنديرش ولكن من احسن الحاجات اللي عندي. وا ايلاينر في شكل شوفوا البنات كيدير، تقدري ممكن باش تبغي ديري غليظ ولا رقيق. المهم ما عمري جربت صراحه هذا الايلاينر ديال كيكو، مي ان شاء الله ملي نجربو راه غادي نشاركو معكم اكيد، صراحه ما عمري جربتو. ندوزو الحاجه الاخرى اللي هي كنتمنى يعجبوك لوينات. ايوا هنايا ما عرفتش كنتمنى يعجبوك اللوينات لي باليت ديال المكياج، نقول زعما سومبراس ديال العينين ما عرفتش. المهم راني نشوف وبعد الديكوراسيون ما عندي ما نسالك، سمحوا لي حليتو بلا ما نشوف صوب هذاك الشيء زوين، ندير داك الشيء سامبل وصافي. الصبايغ ديال الدفار اللي كنحماق عليهم، دايره ملي بهاد لابواط هادي كتحمق، شني تحلوي الالوان. خدات هاد اللون هدا، حقاش شفت عندها الصبيغه ديال الدفار اللي كدير فيديوها غزالين فاش تلاقيت معاها وحتى في الفيديو ديالها وعجبوني وصيفطات ليا منهم. يخليك ليلي الزين، الله يخليك ليا تبارك الله عليك الزين، شكرا بزاف. صيفطات لي هاد اللوين هدا بالكري واعر اللي كيعجبني بزاف، وهاد اللون واعر البنات شوفوا على لون هذا اللي خارج دابا والاخضر. شكرا حبيبه، كنحماق على شي حاجه سميتها الصباغه ديال الظفار البنات اللي باقي انا راهم عارفين. ندوزو الحاجه الاخرى اللي هي ندير لها الديكوراسيون، كلشي دابا الصراحه زويون. هو عرفتك هاد العام ما هبطتيش للمغرب، جبت لك الباروك ديال البلاد، كنتمنى يعجبك ربي يخليك حبيبه ديالي. شكرا بزاف ما كانش عليك كتعذبي راسك والله، مي شكرا بزاف احسن حاجه كتعجبنا
هي ما كتجينيش حاجه من المغرب. واو واو قنيطيره كنحماق على القناطر ديال المغرب البنات. قد ما كانوا عندنا قد ما كنبغيو كثر يعني شي حاجه اللي زوينه باللون الاحمر. ما عمرها كانت عندي بالاحمر صراحه، بغيت عندي اللون بزاف بالاحمر ما عمرها كانت عندي. كي جاتني البنات زوينه المهم ها جات بحال هكا بحال الدراعيه زوينه مخيطه من الجناب. خليك ليلى زين شكرا بزاف 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 زوينه غزيوله غزيوله. خليك ليلى زين خليك ديلي. وندوزو الحاجه الاخرى صافي البنات كتجي بحال هكا البنات بحال هكا من عند زارا كنظن كتجي بحال هكا شفتو غتنفعني فهاد البرد كيعجبني لبسها مع تشاكيطه سبيكش زوينه صراحه. المهم هنا كتجبد يعني تقدر تجمع بحال هكا عندك شي مونطو ولا المهم دابا نلبسها وتشوفوها ان شاء الله في التنسيقات. وندوزو الحاجه الاخرى تاهي ما عرفتش شنو هي للحمايه من الشمس درت شميجه كاندو بروتكسيون سولار ان سبراي سبراي يعني ديال سبراي. احنا نشوفو يس بروتكسيون سولار ديال 50 دنيا محيد حال بنات مديوش على كتلعب لتحت. ندوزو حاجة اخرى هادي عرفتها بلا ما نقرا كنظن شمعة بلا ما نقرا والله ما قريت هادي ملمس رطب ومنعش. لا لا الله ليا في الروايح تهلاي ليا في الروايح المهم حنا نشوف معاك. انا قلت شمعة قلت شمعة ما عرفتش لحقاش ثقيلة. الو قوماج سي قوماج كندا سي سي قوماج ديال الجسم واو زوين كيبان كيبان اورغانيك نشوفو كيف داير الريحة ديالو. شوف بنات شوف كيشهي هذا ماشي الجسم غادي بحال الكوفيتير ديال الكرموس او صراحة حتى الريحة ديالو ماشي مكتحسيش بها ريحة فيها داكشي ديال لي بارفان داكشي نو كتحسي بداكشي طبيعي ريحة طبيعية. وهادي مصوبة بسكنجبير شفتو المهم تنجربو توا نردو عليكم صراحة ما عمري جربت حتى هاد لاماركة هادي ما عرفتهاش صراحة. وندوزو الحاجة الأخرى البنات لي هادي تاهي هذا باينة سميتو بناتي ولا سنساسيون ديليكادا اي اتيثيو بينادا كنظن لا سميتو كتمشي ليا السميه ديالو. المهم هاد الكرشو منين بودي سبلاش ملي كنخرجو من الدوش كنظن نشوف نو جيل جيل دوش وتوا اورغانيك خليتي فيا زينة انا خايفه دنيا تطلع توا اورغانيك انت حاجه زوينه نجرب هاد لي برودوي هادو ما عمرني جربتهم صراحه هاد لا مارك. ندوز الحاجه الاخرى اللي هي قبل ما يكون عندي دائما لي كارت ديالي مودرين عرفتو من البزاطم اللي كنحماق على نعمه مامي لحقاش عندي وصراحه شي حاجه واعره كنضل البزاطم اللي كيتفتحوا بحال هكا وكديري فيه لي كارت كنضل لحقاش خفيف يعني من الكتابه اللي كتبات ليا باينه هو كنضل كما قلت سي هو صراحه شي حاجه واو اللي ما عمرو كانوا عندك هاد البزاطم البنات احسن حاجه عرفتي كينظموا كتنظموا الصاك ديالكم بطريقه زوينه. وكنت واخده واحد من بغيت نخليك اسم داك المحل الي هوب سي كنت خديته من علي كانت واحد المره مشيت وخسر ليا وخديت واحد من تشينوس كان عندي بي وصافي وهي خدت لي واحد من نيت من الي هوب سي لحقاش الي هوب عندهم هاد الديزاين زوينين الصراحه غزيول والله الا كان عندي واحد وتهرس ليا شكرا. هذه زعما بحال اللي عرفتيني محتاجه ليه والله الا كنت كنقول نمشي نهبط نشريه. ننزل حاجه اخرى صراحه كلشي غزال شحال كيعجبني في هدايا واخا يكون كيلقى نقدر استغفر الله واخا يكون كيلمع نقدر نرجعو مات نمبر 11 فراسكم دايره ليا النوامر وانا كاع ما حضرت لي بال غير كنفتحها عشوائيا مهم ما تديوش عليا حقاش انا ما درتش نوامر صراحه كنت تنديرو نوامر ونسيت صراحه لانه صراحه جاني ديك الشفيه غفله كما قلت لكم البنات جاني مع دخول المدرسه ديال دانيا راكم عارفين التوجاد وكل شيء يعني ما كانش عندي وقت باش ندير بزاف ديال الحاجات ما قلعش شنو هو المهم ما عرفتوش صراحه ما عرفتوش اصلا ما عرفتوش. هذا يمكن شي على شكل هبتو مكيكو وكنضل لها كديريه باش يرجع لك اي حاجه مات سي كنضل اي عكر كيرجع مات ما عمري صراحه جربته. المهم دير بحال هكا كارتونه ديالي دير بحال هكا نشوفو كيفين
مسدود. شو ما تعليش كرجال مي كنظن انك ديري كيرجع العكرمات. المهم نجربو ان شاء الله ونرد عليكم. صراحه ما عمري جربته هادشي كاع من غير الاقلام هو اللي جربته عند كيكون. بزاف ديال الحاجات المهمه شي وصفات ليا ما ماشي هو يعني ما جربت حاجه من غير الاقلام بوحدو. بارابيديو يا انتي فريز كتحمقني كي بغيتك وبغيت كتحمقني وبغيتك تجربيها. ما عرف شنو هي صراحه البنات يعني شي حاجه باش زعما تحيد الفريز من الشعر. الحق ما عرف شنو هي لاكا زعما تقدر تكون لاكا ديال لوريال. لكن ديال لوريال مجرباها عزيزة عليا لكن ما كنظن. الو ما عمري جربت هاد الماركه صراحه. موسكي سموث سيل انتي فريز صراحه ما عرفش البنات. المهم هاد البرودكت ديال الشعر كنظن لا كترشي على الشعر وكيحيد كيحيد الفريز من الشعر وداك الشيء. ها انتما البنات المهم غنجربو غادي نقول لكم ان شاء الله حتى هو كيفاش داير. دابا نسول دابا نقرا ولا ما فهمتش غادي نسول هاجر كيفاش كيتستعمل ونرد عليكم ان شاء الله. بهاد الفرصه بغيت ندير لكم البنات واحد الفيديو خاص ديال منتجات اللي ساليتها بهاد الطريقه تعرفوا شنو هما المنتجات اللي عجبوني شنو هما اللي لا الا بغيتو قولوها ليا. ندوز دابا حاجه اخرى. والله ما درت هادشي بالنوامر زعما هذا النمره 6 وانا حليته هو هذا سوفونير. هذا هو اللي قلت لكم البنات حاجه طلبت ليها بحقا طلبت ليها حاجه وحده صيفطت ليا جوج. المهم حنا نشوف اشنو صيفطت ليا. حاجه وحده كنظن انا عرفتها من اخرى حاجه وحده ما عرفتهاش صراحه. هادي ما عرفتش شنو هي. دابا عرفتي هادي انا طلبتها قلت لها لحقاش لي جبت معايا برسلونة تهرسات ليا واخرى عطيتها لماما يعني وقوش عندي وخدات لي هادو كيسقو في الثلاجة. يعني كيعجبني فين مشيت شي بلاصة ولا مشيت شي واحد من العائلة يجيب لي شي وحدين من هادو البلاصة اللي مشى ليها. لهذا طلبتها يعني وحدة وصيفطات ليا هادي فصيفطات ليا. انا قلت لها هادي اللي بغيت انا هادي هادي اللي فيها برسلونة شفتو هادي. وهي صيفطات ليا الاخرى كادو. شكرا حبيبة ديالي. وندوزو اش باقي هادي ما عرفتش شنو هي. تذكر لقناتك على يوتيوب تذكر على قناتي ديال يوتيوب ما عرفتش صراحه فاجئتيني. كنظن انا ما غاديش نفاجئك بداك الشيء اللي صيفط لك لانه محال واش غادي تعرفي ساهل باش تعرفي كنظن. المهم انا غادي نشوف صراحه نعاودوها مره اخرى ان شاء الله لانه ما كانش عندي الوقت باش باش البنات ندير زعما ندير شي على حقوه على حقو طريقو باش نساعد بالمقص حقاش زايره تلقيت هاجر. واو زوينه هادي البنات زوينه شوفو راه غزاله. هادي زاد باش نكتب بالطباشير يعني فين ما بغيتي حاجه نكتبها. والله لا زوينه خليك ليلي شفت شحال هادي عند واحد اليوتيوبوز بالحق ما عرفتش فين لقاها وما صافي ميك نسيتها. وهنا كيجي مع الباك ديال الطباشير صراحه هادي واعره شكرا. حاجه اللي هي هادي نقرا شنو هي. ضروري غينفعك في هذا البرد الجاي من مفضلاتي. كنظن حتى انا صيفط لك واحد الحاجه بحال هذا الشكل كنظن هذا انه ليب بالم يعني مرطب للشنايف. ودا انا صيفط لك واحد انا صيفط لك نص لامارك ولكن نفس شكل اخر ها هو كارميكس مفضلات ديالي صراحه عزيز عليا هذا النوع ديال كارميكس. هذا ديال الليم ما عمري جربت هذا كنجرب انا غير تراديسيونال اللي صيفط لك هذا البنات. وندوز الحاجه الاخرى اللي هي لزياده كثافتها. كنظن زعما باش شي حاجه للشفار باش تكثر الشفار كنظن. المهم نشوف سي ماسكارا 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 ديال افون من لا مارك مارك. شوفوا كيفاش دايره باش كدير البنات. عندي انا واحد وحده ولكن بشكل اخر كنت باغا نجربها باش نشاركها معكم في فيديو ساعات باقي ما كتبش. المهم حتى نجربت هذه نقول لكم ندير لكم واحد الفيديو خاص ديال الماسكارات ان شاء الله نقول لكم. وصافي ندوز نحلو هذا بلاتي نقرا كنسى هذه ما كلمه فيهش وسي باش نبقاو ديما شباب. ها عرفتيه شنو هو
نو نو ما عرفتش باش نبقاو ديما شباب. نو نبغي نشوف شنو هو الماسك ديال الكولاجين. هذا الماسك تنشوفو بزاف وكنقول نشريه ما نشريهش نشريه ما نشريهش نشريه ما نشريهش. شفتو بدروني انا بحال يعني هذا قد ما عرفتي مشريتو على بغيتو هاد البنات راه كاين بحال بدروني ديال الكولاجين تنقول نشريه ما نشريهش نشريهش. هو جات الفرصه شتي مزيان بحال هذا الشيء كنت يعني كتصدقي تجربي شي حاجات كنتي باغاهم ولا تقدري ما عمرك شفتيهم ولا هذا ويعني كتجربي حاجات جداد راه شي حاجه مزيانه. كولاجين كريستال فاس ديال ماسك المهم تنجربو توا ونقول لكم يعني باش غندير شي نهار السيسيون تهلا في الحاله في هذا البرد جاي ولقيت باقا واحد تشوبا تشوب اخرى صافي كنظن ما بقى حتى شي حاجه البنات كنتمنى ما تكونش شي حاجه دازت ليا هنا وصافي البنات هادشي اللي صيفطت لي هاجر نقول لها شكرا بزاف عجبني كلشي 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 خصوصا الحلويات. نبقى البنات هاد البطاطا هادي كديره باش نرد عليكم زوينه ولا لا حتى تبان بعدا صحيه من اكثر حاجه صحيه هنايا. عرفتي بنات حامضه من بحال حامض فاش تحام بحال التفاح نجيكم خضر بحال هكا ماشي مقرمشة من حقيقة كتفرتت زوينة فبحال في المذاق ديال المهم اللي بخوي مجففة بحال داك الشكل ولكن كيحتاج بحال التفاح خاصة التفاح مجفف زوينة 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 ديرو قولي ماشي فيها باش ناخدها نبقى ناخدها بعدا يحسن من الشيبس الاخرين. وصافي صحباتي عزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم ونقول هاجر بوسه كبيره شكرا حبيبه يخليك ليدي كنتمنى حتى انا يكونوا عجبكم عجبوك الهدايا اللي صيفط لي كنتمنى البنات تمشيو تشوفوا باش تقولوا لي شنو هي اكثر حاجه عجبتكم صيفطها لهاجر شنو هي اكثر حاجه عجبتكم صيفطها ليا هاجر. بوسه كبيره عليكم تهلاو ليا براسكم حتى نتلاقاو في الفيديو ولا فلوغ ولا في انستغرام دابا نيت باي باي عليكم وبوسه كبيره.